تقرير انا وكريم بس عايزين نعرضه مع حضراتكم. معاك كابتن احمد، بعض التصريحات اللي كانت عقب المباراه من كابتن سيد عبد الحفيظ ومحمد الشناوي وبعض التصريحات الاخرى، خلينا نروح نتابع. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، ومبروك لمجلس اداره اللعيبه والجهاز الفني، لكن لسه خطوه. الاهم انت عارف النادي الاهلي دايما ما بيلعبش غير على البطوله، لكن المباراه الحمد لله مهمه جدا، ادينا الحمد لله مباراه كويسه، استعدينا كويس جدا، فصلنا جدا المباراه الاولانيه ونتائجها كان عندنا تصور الحمد لله قدرنا ننفذه، اللي احنا نسجل هدف بدري هيفرق معانا وهيقلل من معنويات فرقه الوداد، لكن الحمد لله كان عندنا فرصه اكبر وجبنا جون والتاني الحمد لله، والشوط برضه التاني نفس القصه، يعني ما كناش مبسوطين جدا قوي اللي احنا يجي فينا جون يعني، لكن الحمد لله ده عند كوره وانت بتلعب خصم كبير في وداد بتاريخ كبير ومباراه فرقه من فرق كبيره في افريقيا، يعني اعتقد ان هو حتى لو في الماتشين سجل هدف اعتقد برضه حاجه مش سلبيه يعني، لكن الحمد لله نفصل وعندنا الاهم ان شاء الله، ان شاء الله البطوله ان شاء الله. طبعا كل ما البطوله بتقرب لازم التركيز يبقى اعلى بكتير، يعني كل اللي عايز اقوله بس ان احنا يعني الهدف بتاعنا هو البطوله، كل اللي احنا عملناه في الفتره اللي فاتت دي كلها من اول البطوله ما بدات من يوم يعني بتتكلم من يوم 14/9، يعني داخل على سنه وشهر وشويه من يوم يعني ومن قبل 14/9 دي كان سبورت، لكن بتتكلم من شهر 8 كمان اللي هي مباراه اطلع بره، يعني انت كل اللي انت عملته انت خدت خطوه كبيره جدا في نحو اللقب، لكن لحد دلوقتي اللقب لسه ما اتحققش، ده المفهوم اللي لازم يوصل للناس كلها، لازم يوصل لينا ولازم يوصل للعيبه ولازم يوصل لكل الناس المنوطه والموجوده في المنظومه الاهلاويه، يعني احنا خدنا خطوه كبيره جدا للبطوله لكن البطوله لسه ما اتحققتش، احساسهم وصل لنا، يعني نظراتهم وكلامهم وصل لنا، سواء هم ما بيحضروش طبعا في الاستاد، لكن يعني من خلال مقابلاتنا او من خلال تواجدنا في الشارع او في النادي او في اي حاجه في البلد، يعني احساسك وصل لنا ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون موفقين، ممكن تبقى 120 دقيقه الله اعلم، احنا عندنا يعني مباراه مهمه جدا فاينل افريقيا يعني بيتلعب هنا في مصر بالنسبه لنا، يعني ان شاء الله الرحمن باذن الله ما نفرطش فيه وباذن الله باذن الله يكون البطوله عندنا باذن الله. الحمد لله طبعا، يعني اهم حاجه المكسب، يعني اهم من الجول واهم من اي حاجه اهم حاجه المكسب، دي اهم حاجه بالنسبه لنا، مش فارقه مين يسجل سواء انا اسجل او اي لعيب يسجل، اهم حاجه اللي احنا نكسب، اهم حاجه اللي احنا نحقق البطوله باذن الله، دي اهم حاجه، اهم من الجول. يعني جمهور النادي الاهلي طبعا صابر معانا من بدري، يعني من السنه اللي فاتت مباراه سان داون من ساعه ما خسرنا كان دايما ورانا وكان دايما بنشجعنا، فالحمد لله يعني بنقول لهم ان شاء الله ده فضلوا زي ما انتم دعموكم معانا ان شاء الله اللي احنا نقدر نحقق البطوله، دي اهم حاجه باذن الله. احنا كلنا طبعا بنسبه كبيره بنحلم بالبطوله، مش الجمهور بس، يعني احنا والجمهور والرئيس كابتن محمود الخطيب والجهاز الفني والطبي والاداري والعمال، كل الناس كلها عايزه تحقق البطوله، فاحنا ان شاء الله احنا مركزين على كده وان شاء الله نقدر نحققها ونسعد الجمهور باذن الله. طبعا ده المجهود اللعيبه كلها، مش انا لوحدي، اللعيبه كلها بتبقى مركزه واللعيبه كلها مركزه في الفتره اللي فاتت، والحمد لله احنا لعبنا بشكل كويس الماتشين، الماتش هناك 90 دقيقه والماتش ده برده 90 دقيقه، اللعيبه كانوا رجاله ونفذوا تعليمات الكوتش، والحمد لله على المكسب، والحمد لله اللي احنا صعدنا النهائي، وربنا يكرمنا. عندنا ماتش الجاي ماتش الجيش نفكر فيه خلاص، احنا النهارده نفرح بكره نفكر في الماتش الجاي ماتش الجيش، وربنا يكرمنا كده في الماتش الجاي برده، ونركز بقى ان شاء الله في النهائي، حد يكون موجود في النهائي نركز ونشتغل شغلنا تاني ونركز في الماتش، والف الف مبروك للجمهور والف مبروك للاداره ومبروك للاعيبه، اللعيبه كانوا رجاله اهم حاجه، وان شاء الله يكرمنا الفتره الجايه يعني.